خلونا نتكلم مع حضراتكم دلوقتي في موضوع غاية في الأهمية، ويمكن بنسمع عنه كل شتاء. امبارح الكل سمع عن وفاة أسرة واحدة مكونة من 5 أفراد، وده نتيجة ماس كهربائي ناتج عن الدفاية. ده طبعا حصل وهم نايمين. خلينا نعرف طرق الوقاية ايه، يعني بالذات طبعا أخطار الكهرباء وازاي نتعامل معها بشكل صحيح. الأجهزة الكهربائية بتبقى خطر لما تبقى متصلة كده بالكهرباء طول اليوم. خلونا نعرف نعمل ايه في الحالات دي. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق ورئيس مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني طبعا يمكن كل شتاء بنعرف ونسمع عن اخبار حد توفى بسبب الدفايه مفتوحه، لكن في نفس الوقت احنا يعني انا من الناس مثلا في الشتاء ببقى بردانه جدا، ببقى عايزه دفايه شغاله جنبي شويه. عايزين نعرف خطوره ترك الاجهزه الكهربائيه متصله بترك الكهرباء طبعا طول الوقت، بالذات خلال فتره النوم، وايه المفروض نعمله يعني؟ هو طبعا انواع اجهزه التدفئه، في عندنا التكييفات اللي هي فيها تدفئه، ودي فيها منها نوعين. نوع اللي هو التكييف اللي حاجه بنسميه بالدوره العكسيه، ودي نوعيه من التكييفات بتتعكس فيها الدوره بتاعه التكييف، وبالتالي ما فيش عنصر متوهج او عنصر سخن زي حاله التدفئه. في التكييف اللي هو العادي اللي فيه عنصر تسخين موجود، وطبعا الاولاني استهلاكه في الكهرباء اقل من الثاني. عندنا بعد كده في الدفايات نوعين، نوع اللي هي الدفايات الزيت، وهي الدفايه اللي بيبقى لها ريش علشان التدفئه، وفي الدفايه وهي اخطر نوع، وهي الدفايه ذات العنصر المتوهج اللي بيبقى فيها شمعه بتبقى مضاءة، يعني إضاءة خفيفة كده. ده للدفايات. المخاطر بتاعت الدفايات جاية من نقطتين. النقطة الأولانية إن الدفايات هي أحمال من ناحية الكهرباء، يعني أقل دفاية حوالي 750 واط، ولما بيبقى فيها أكتر من شمعة قد تصل إلى 2000 واط. وده بيبقى أكتر من التكييف مثلا يا دكتور؟ أفندم؟ ده بيبقى مثلا أكتر من التكييف؟ لا، مش شرط، انما هي طريقه التدفئه. التكييف عن طريق هواء ساخن، الدفايه اللي هي بالعنصر المتوهج بتبقى موجوده بالهواء، بيتم السخونه بتاعته بالتدريج وبتبقى اكتر، الناس بتقرب منها عن التكييف، بينشر اكتر التدفئه في الغرفه. هي في اسلوب التكييف نفسه او في اسلوب التدفئه نفسه. طبعا اذا ما كانتش مشكله الدفايات، ان احيانا بيبقى لها كوبس مع بيتحط في الفيشه في البيت، وبتتنقل ما بين اماكن قد تكون مختلفه، وقد يتم وضعها في فيشه لا تتحمل هذه القدره اللي بنتكلم حوالي 750 او 2 كيلو، يعني على الاقل لازم تكون فيشه في حدود من 10 الى 16 امبير. اذا حصل ده ممكن بيبتدي يحصل ماس، ومع الوقت بيحصل تسخين للفيشه اللي في الحائط، وممكن يحصل عمليه اشتعال. العنصر الثاني هي بحط الدفايه فين؟ لان ممكن ان انا بحط الدفايه بالقرب من اي حاجه قابله للاشتعال، ستاره، سجاده. طبعا في خطوره جدا في حاله وجود الاطفال، بالذات الدفايات ذات العنصر المتوهج. الاخطر من ده وده هو ترك الدفاية أثناء عملية النوم، لأن في الحالة دي ما بنلاحظهاش، لو حصل ماس، لو حصل أي حاجة ما بيبقاش إحنا حاضرين أو متنبهين. هي صحيح بتسحب الأكسجين زي ما الناس بتقول يا دكتور؟ لا، هي لأن ما فيهاش اشتعال. اللي بيسحب الأكسجين هو الدفايات النوعية كانت قديمة شوية موجودة، اللي هي دفايات بالغاز، اللي هي في دفايات اللي بتستعمل الغاز، هي ديت اللي بيبقى فيها احتراق، فده اللي بيسحب الاكسجين. انما طبعا احساسنا بالنفس مش قوي، لما الهواء بيسخن بيبتدي كثافه الهواء تبقى اقل، فيبتدي احس شويه ان النفس مش زي ما الهواء بيبقى. الاصح طبعا لابد ان انا اتاكد الفيشه اللي انا بحط فيها
الدفايه انها تتحمل هذا، ان لابد الكوبس والسلك الخاص بيها لابد يكون بحجم مناسب، وفي جميع الاحوال زي ما قلنا لا تترك اثناء النوم. عايز اعمل تدفئه ببتدي ادفي وانا صاحي لغايه ما الاوضه بتوصل الى درجه حراره مناسبه، ثم بخش انام وبطفي التدفئه. في الحاله دي اطمئن ان مفيش اي مخاطر ممكن تبقى موجوده وانا غير متوقع. طيب دكتور، تحمل قوه هذا التيار، هل الموضوع متصل فقط بالدفايه ولا اي جهاز كهربائي اخر موجود في غرفه النوم؟ مؤكد اي جهاز كهربائي، ومش في غرفه النوم فقط، في اي جزء في البيت او في اي تطبيق عموما، لان لما بحط اي جهاز كهربائي بقدره اعلى من القدره بتاعه الفيشه الكهربائيه هتبتدي يحصل سخونه، يبتدي يحصل فيها انصهار، هيبتدي يحصل شورت، يحصل اشتعال، لو قريب منها اي حاجه قبل الاشتعال بتشتعل، فهو ده المخاطر اللي بتبقى. فلابد ان نراعي دايما حينما اشتري هذا الجهاز ان هذا الجهاز يتلائم مع الفيشه اللي انا بستخدمه فيها، خاصه لو كان جهاز متنقل زي الدفايه، انا عايز ادفي بقى الاوضه دي النهارده، عايز احطها في الاستقبال، عايز احطها، فقد ما تكونش جميع الفيش اللي انا بحط فيها هذا الجهاز تستطيع ان تتحمل هذه القوه. في كمان المشترك اللي هو متعدد المخارج ده يا فندم. ده مخاطر اضافي، يعني نحن بنحمل كل حاجه بعملها، قد تكون الفيشه تتحمل هذا الحمل، ولكن النتيجه ان انا حطيت مشترك وحطيت الدفايه بالاشتراك مع حمل اخر، وبالتالي يبقى مجموع الحمل اللي موجوده على الفيشه زائد المشترك نفسه. يعني برضو زي ما بنقول اي وصله كهربائيه او اي اتصال كهربي ما بين اجهزه، سواء مشترك سواء الفيشه سواء السلك سواء الكوبس، لابد ان تكون ذات قدرات تتحمل التيار اللي هيمشي فيه. لو لم تكن هذه هي الحاله هنلاقي ان في النهايه بيحصل تسخين، انصهار، اشتعال. طيب فلابد ان نراعي. دكتور، عايز اسال حضرتك، هل ده بينطبق على حضرتك قلت الاجهزه المتنقله، هل بنتكلم دلوقتي على الدفايات وفي تكييفات برضو متنقله ده كمان، والموبايلات الاخبار معاها كمان؟ لا، الموبايلات كاحمال منخفضه جدا، الموبايلات بنتكلم في الحدود بتاع الوات، يعني بنتكلم على 3 وات، 5 وات، 10 وات، فدي كلها احمال بسيطه جدا، انما هي طبعا برضو احيانا لو نوعيه الفيش المستخدمه او نوعيه الشاحن اللي بيستخدم ليس منتج قياسي، يعني بيشترى من مصانع تحت السلم، يعني زي ما بيقولوا، فممكن جدا بيبقى التلامس بقى ما بين الكوبس وما بين الفيشه غير مكتمل، وبالتالي يبتدي يحصل شرار ما بين الاثنين، بتكون مصدر اشعال اخر. وبالتالي ايضا لابد عدم يعني ترك اي فيشه في اي كوبس ونحن لا نستخدمها او غير متواجدين. في ناس كتير بتحط فيشه الموبايل او بيحط شاحن الموبايل في الفيشه الكهربائيه وبيتركها، وحينما بيريد الشحن بيروح موصله بالموبايل، بعد ما بيخلص الشحن بياخد موبايل ويسيب الشاحن. كل ده احنا بنعمله في الفيشه. كل دي بتمثل نوع من المخاطر، خاصه طيب زي ما معلش طب عايزين نوضح نقطه في الحته دي تحديدا يا فندم، هل ان انا اسيب الموبايل في الشاحن لفتره طويله ده اللي فيه خطوره، ولا اني اسيب الفيشه موجوده في المتصله بالتيار الكهربائي والموبايل مش متصل بيها دي فيها خطوره لوحدها؟ لا، هو الاثنين المفروض ما فيهمش خطوره. لو المنتجات اللي انا بستعملها الشاحن هو الشاحن الاصلي بتاع الموبايل، والفيشه اللي انا مركبها في البيت هي من النوع المشترى من حته ذاته بينطبق عليها المواصفات القياسيه. انما من ناحيه ترشيد الطاقه في خساره لو ان انا بسيب بدون استخدام، لان الشاحن بيستهلك حتى لو انا ما بشحنش. انما من ناحيه الامان ان لابد ان يكون الاجهزه اللي انا بستخدمها بتكون من يعني ذات مواصفات او مطبق عليها المواصفات القياسيه، وما بشتريش اي نوع من انواع الوصلات الكهربائيه او الاجهزه الكهربائيه، لان الفيشه اللي بيحصل ان الغير قياسيه مع كثره الاستخدام تبتدي تتسع
ويبتدي لازم اقعد احرك علشان يبقى معناه في هناك فجوه، وبالتالي ممكن ان يكون هناك شراره، ما فيش تلامس جيد داخل الفيشه، وبالتالي ممكن يحصل عمليه دكتور حافظ الحرق. اخر حاجه بقى قولا واحدا، ايه الامن، التكييف السخن ولا الدفايه؟ بيوتنا دلوقتي احيانا كتير بتبقى ابرد من الشارع فمحتاجه تدفئه، التكييف السخن ولا الدفايه لو عايزه ادفي البيت، لو محتاجه ادفي البيت؟ هو التكييف الساخن الثابت مش المتنقل، لان المتنقل ينطبق عليه زي ما قلنا فكره ان ممكن بركبه النهارده على فيشه، ممكن على فيشه ثانيه ما تكونش بنفس الجوده بتاع الاولاني. فالتكييف والتكييف ذو الدوره العكسيه، يعني وانا بشتري التكييف بسال هو ده تكييف تدفئه عن طريق عنصر ساخن ولا عن طريق الدوره العكسيه. الدوره العكسيه اعلى كفاءه وبالتالي يستهلك كهرباء اقل، عاده انا بكون مثبته في مكان ثابت، وبالتالي بيبقى انا راعيت المفروض في الوصلات وموجود في فيوز لو حصل نوع من القصر الكهربائي بيسميه الشورت، بحيث ان بيفصل، فده بيكون اكثر امان. الامن بعد كده او الاقل درجه بسيطه اللي هو الدفايات الزيت، لان ما بتكونش ساخنه ودرجه الحراره بتاعتها مرتفعه جدا، وبالتالي المخاطر من عمليه ان هي اشعال اي حاجه قريبه بتكون اقل، ولكن برضو ما زالت فكره التوصيلات الكهربائيه. عظيم، كل الشكر لحضرتك الدكتور حافظ سلماوي استاذ هندسه الطاقه بجامعه الزقازيق ورئيس مرفق تنظيم الكهرباء الاسبق، شكرا جزيلا.